أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأعزاء، مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج حوار مفتوح. حوار حلقة اليوم له طعم خاص ومميز لضيفين من محافظة بابل. ضيف الأول الشيخ عزيز الطفيلي، أهلا ومرحبا الشيخ. وضيفنا الآخر السيد صالح الغرابي، أهلا ومرحبا سيد. أهلا وسهلا، تشرف في طبعا وجودكم في البرنامج، وأيضا وجودنا في مضيفكم في محافظة بابل. برنامجنا راح نتناول به كثير من القضايا عشائرية وأيضا ترابطها مع السياسة. فأعطونا الحقائق اللي عندكم والصورة اللي عندكم. أكيد نبدأ أولا بتعريف عشيرة الطفيل للجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدء أحييكم، أرحب بكم، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك. باسمي وبالنيابة عن أولاد عمي شيوخ عشائر طفيل، العموم الشيخ مويد علي شنان والشيخ سلام علي شنان، واعتذروا من المجيء لحسب الارتباطات في العاصمة بغداد الحبيبة. فإن شاء الله نكون قد مقام استقبالكم. الله يسلمك يا حبيبي. وإن شاء الله تكون صدوركم رحبة للحديث واللقاء الشيق، ونشكركم على القدوم لمضارب قبيلة طفيل، وأهلا وسهلا بكم في محافظة بابل التاريخ الحضارة وفي قضاء الكفل بالتحديد. نعم. حقيقة العشائر، عشيرة طفيل، عشائر طفيل تتكون من 14 عشيرة. وهاي العشائر ثقلتها هي بالفرات الأوسط وبالجنوب، وحتى تمدد إلى الموصل وتطلع خارج الأراضي العراقية اللي هي بفلسطين وبلبنان وبسوريا. يعني هذا يرجعنا إلى موضوع أنه كل العشائر العراقية بيها من المذهب الشيعي والسني. طبعا احنا منتهين من هذا الجانب. احنا أغلب أولاد عمنا بالموصل، وأيضا في صلاح الدين في صلاح الدين وبالأنبار ناس إخواننا السنة، ولا زالت العلاقات مستمرة بيناتنا. وبأيام الصعاب إحنا كنا نتواصل. نعم. علاقات طيبة. وأني ما أحكي هسه بخصوص أطفال، لا، أنا أحكي بصورة عامة كالعشائر العربية العراقية الأصيلة. نعم. تشوف إحنا الارتباط العشائري اللي موجود بين عشائر الفرات الأوسط والعشائر الغربية والعشائر الجنوب وحتى عشائر إقليم كردستان. عشائر طيبة جدا، مرتبطين، علاقات طيبة، اكو ارتباط، اكو تعاون لحل النزاعات. تعرف احنا هسه هذا ظرف من 2003 لهذا التاريخ، يمكن لو بس الحكومة العراقية، يعني بس الدولة والمحاكم ومراكز الشرطة، ما اعتقد يقدرون يحلون المشاكل اللي بقدر المشاكل اللي راح نجي عليها تنحل بالمضي. راح نجي عليها شيخ. اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يحفظك. راح نجي على هذا الموضوع. حياكم الله. سيد، عرفنا انه انت يعني حضرتك دائما تترأس جلسات الحلول من باب انه يعني سيد من آل بيت الرسول، ام من يعني العشائر تكون احترام والتقدير لهذه الصفه. ابتداء نرحب بكم اجمل ترحيب، قناه صلاح الدين، محافظه بابل، وايضا بهذا المضيف احنا نسميه مضيف جبر الخواطر. هذا المضيف اللي حقيقة اليوم بصدارته الشيخ مؤيد والشيخ سلام على الشنان، وبوجود الشيخ أبو محمد أخ عزيز دائرين شؤون هذا المضيف وهاي الإمارة، وهم ناس حقيقة بخدمة كل المجتمع، مو فقط لطفيل ولا فقط المحافظة بابل. تدري أنت المشاكل اليوم، المجتمع بكثير من المشاكل، وأحنا كعراقيين بطبيعتنا نميل إلى العشائرية. هسه قد يكون في بعض الأحيان احنا في الفرات قد نكون جاي نروح للمدنية أكثر، ولكن احنا إذا مو القضية يصير بها مشية ويصير بها قاعدة ويصير بها تطيب خاطر ويترأسها المشية، يقودها سيد جليل، شخصيات مشايخ مرموقة، لأن الدية هي اليوم دية العرب هي الاعتذار. احنا ما ننظر بقدر الى الجانب المادي والتعويضي بقدر ما ننظر للجانب المعنوي والتقديري. لذلك التشوف احنا نهتم باصولنا، نهتم بعشائرنا، مشياتنا حقيقه تكون راقيه بها حوار، وتكون ايضا من خلالها درس للباقين.
نعم. درس للناس اللي هم قد يكونوا يقصرون بحق نفسهم وبحق ناسهم بحق عمامهم بحق قرايبهم. لذلك احنا ساعين ومتعاونين ايضا مع القانون لحل المشاكل. احنا نوديها مثل ما يقول صافيه للدوله. يقولون عليك انت ساعي للصلح والاصلاح. والله احنا حقيقه ما تصلح لنا الحكومه. الحكومه نسال من الله انه يصلحها ان شاء الله ويصلح حالها. لذلك احنا شنو نقول لك، احنا حقيقه الله سبحانه وتعالى ميزنا بهذا النسب الطاهر بمحمد وآل محمد، وننحدر من هالسلالة الطيبة العريقة. وحقيقة احنا يكن ان كثير من الاحترام بين عشائرنا بين ناسنا بالمجتمع العراقي، وذا بسبب اتصالنا بهالنسب العريق الطيب الأصيل. ولذلك احنا نكون حريصين على كل تصرفاتنا. أكيد. فاحنا دائما نسعي ان نكون قدوة للمجتمع. لذلك احنا حتى نعكس اخلاق وطيبه اهلنا، لان الرسول الاعظم عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى قال له انك على خلق عظيم. فمكارم الاخلاق هي اساس كل شيء. اساس كل شيء. ولذلك احنا فنقول لكم هاي هنا بهالمضيف العزيز الكريم، واحنا حقيقه بداخلنا في الشيء لعدم وجود الشيخ مؤيد اليوم لظرف طارئ صار راح للعاصمة مثل ما تفضل. نعم. إن شاء الله نلتقي. لذلك كان التقيت بشخصية راقية نادرة متواضعة كريمة النفس حقيقة إلى طابع وخاص ونكهة بجلسة. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نتطرق إلى موضوع مهم جدا وهو الوضع السياسي بارتباط العشائر بالعملية السياسية. أكيد إحنا نعرف أنه كان العشائر دور كبير في كثير من النزاعات وكثير من المواقف السياسية. الآن في إحنا في هذا الوضع، هل تعتقد أنه العشائر الآن لها تأثير على الوضع السياسي في العراق؟ نعم أستاذ. أولا العشائر العراقية ارتباطها بالسياسة ارتباط واضح الآن. نعم. بكل بتاريخ العراق هسه خلي ما نرجع لتاريخ العراق القديم الحديث. لا المعاصر يعني أهلنا وأجدادنا من 1920 لهالتاريخ هذا 2021. شوف أنت العشائر، طبعا تحياتي للجيش العراقي الباسل. شوف العشائر العراقية الرديف للجيش شقد مرت منعطفات بالجيش العراقي وبلدنا وبالعراق واضحة. يعني ما يريد أشرح لك من 2014 لهذا التاريخ، هي واضحة عند كل العراقيين وعند كل العالم. دخول داعش. دخول داعش. تشوف أنت العشائر، أنا أجي أسعى على عشيرة أطفال عندهم 168 شهيد. إيه بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي 168 شهيد. بينما إذا نرجع لسنة 1920 عندنا 16 شهيد اللي تحاربوا مع البريطانيين بمنطقة المصلخ. أطفال كان لهم دور بمنطقة المصلخ. 16 شهيد عندنا. فالعشائر ما من الممكن انه يجي شيخ عشيره او فرد من العشيره يقول احنا ما لنا شغله بالسياسه ابدا. هذا موضوع الدفاع عن الوطن والدفاع عن، لكن بالسياسه اقصد في 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 اداره، يعني هناك شيوخ نعم ربما اثروا على وزير، على رئيس وزراء. صح. على سياسي. صح. على رئيس جمهوريه في اتخاذ قرارات. صح. هل صحيح أن تدخل القبائل في الإدارة السياسية؟ أبداً. في رأيك؟ لا في الإدارة. شوف أستاذ. نعم. أنت إنسان راقي تتأثر يعني عليها. يتأثر بقرار، بس ما من الممكن للعشائر تدخل أو تخترق الدستور أو العملية السياسية. إحنا العملية تخترق العملية السياسية. أها. ممكن ضمن الدستور. ممكن اليوم 10 عشائر عندنا ببابل. أي. أو 8 عشائر طفيل فلان فلان باقي العشائر، عشائر لها وزنها ولها. أي. تاريخها ولها أعدادها. يتفقون على قرار معين، ياخذون محافظه، ياخذون كذا، ممكن يغيرون بعض السيناريو مال سياسه المحافظه. أه. بس ما من الممكن يصون الراس الهرم. يصون الراس الهرم بموضوع واحد اللي هو ولاد كاتفه العشائر. طبعا العشائر تبع للمرجعيه الرشيده. عشائر انا احكي لك الفرات الاوسط والجنوب وان شاء الله حتى الغربيه. اذا تكاتفوا لا يصحح المسار. المسار هسه لا المرجعية الرشيدة راضية على مسار الحكومة، الحكومات المتعاقبة. هاي صار لنا 17 سنة خلينا نكون صريحين. لا المرجعيات راضية ولا زعماء القبائل راضين ولا الناس المثقفين
واصحاب الاختصاص راضين على اداء الحكومه. اداء طيب ما ليش مرضي ليش أبداً. ليش متحشدون شباب العشائر؟ اكو تحشيد، احنا ما نريد تحشيد يكون بالشارع. تعرف انت هسه الشارع محتقن، مظاهرات وغيره، هم الطرفين ولدنا. والخسران الوحيد اللي راح شخص صحيح. او انجرح شخص او انفقد شخص من المتظاهرين هو ابننا. انجرح شخص من القوات الامنيه هو ابننا. فالخاسر الوحيد الاول والاخير احنا. أكيد. شوفنا احنا نستقتل حتى ننهي مشيه. طيب شنو الطريقه في رايك؟ الطريقه الانتخابات، انتخابات مبكره. وتثقيف الناس. تثقيف الناس. سيد صالح قد من الطفل راحوا وحدثوا بطايقهم. يعني القائم مقام موجود، قبل شهر كان اتصال بي تقريب هاي التحديث الجديد اكثر من 4000 حدثوا، واحنا عندنا 6 مراكز انتخابيه بطفيل. بس ناخبيننا بطفيل تقريب 22500. الجديده 4600 تقريب بهالعدد هذا اللي حدثوا بطايق. وباقي عندنا ناس ما محدثين لا زالوا، فنحث بيهم لتحديث البطاقه الانتخابيه. يعني راح يطلع واحد طفيلي؟ احنا عندنا حاليا رجل طفيلي بالبرلمان ونطمح انه نواكب العمليه. نعم نواكب العمليه، ولكن احنا نريد شخص يكون بالبرلمان مؤثر. ينقل معاناة الشارع. ما راح يتبع حزب ابدا. احنا مع احترامي اني للاحزاب، احنا ما نتبع اي حزب. يقدر يعني انه يكون مستقل. مستقل. وشنو المشكله من يكونون من كل محافظه؟ من الفاو الزاخو، من كل محافظه اثنين واحد يتجمعون يقولون احنا مستقلين، يكون لهم قرار. وان ما حد سمع قرارهم راح يكونون معارض داخل قبه البرلمان. انت قلت عندنا مقام طفيلي. نعم. موجود. ايه. ما أثرتوا في اليوم عليه على قرار؟ أنا بالنسبة لي أحكي عن نفسي، هو الرجل قام مقام موجود. أي ما خلي بيني أي بين أي الله. أي ما خابرته بشغلة ضد القانون. طيب. فديوم اقترح هو الرجل قام مقام الأستاذ عبود، قال راح أطلع عندنا نهر الجدول، هذا جدول الكفل، قال أكو تجاوزات بي. فشيوخ الأعزاء أنا راح أطلع، وإحنا أكثر طفيل امتدادا على هذا الجدول. أي وبني مسلم، عشيرة بني مسلم. فأني من راح أطلع راح أشيل التجاوزات، أكيد راح تخابروني. قلت له أني، قلت له أستاذ عبود أنت قائم مقام الكفل وأنت اليوم أبو للكفل. تطلع تشتغل، إذا خابرتك أني مسؤول عن كلامي. كذا قسما بالله يمكن 50 أو 60 شخص أجوني قالوا تجاوزات. قلت لهم أبدا، مدير وحدة إدارية لا تعتبروا أستاذ عبود الطفيلي، اعتبروه رجل غريب، اعتبروه من البصرة، اعتبروه من هيت، خلي يشتغل لكم منطقتكم. فعلا ورا ما كملت الحمله مال الاستاذ عبود طلع فرد منظر مزدهر جميل جدا. إيه. فبدت الناس المتجاوزين خاف يريد يرشح. والله هو الطموح موجود. ها والله الطموح يرشح موجود. انتخابات فقام يشتغل لكم. ابدا هو الرجل ما يرشح بس. ها. انا لو مكانه. إيه. طموح لان. إيه. انا اشتغل قدم يعني. نعم. كفل الحمد لله وشكرا. طيب خلينا نروح فاصل. نعم. الحديث طويل. الله ونرجع نكمل. مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا مع شيوخنا الافاضل الموجودين معنا، مع السيد ايضا الغرابي موجود معنا في هذه الحلقه. الله يحفظك. مشاهدينا الاعزاء عدنا معكم مره اخرى بعد الفاصل ونكمل حديثنا مع ضيوفنا الاعزاء الشيخ عزيز الطفيلي والسيد صالح الغرابي. حياكم الله. سيد انا حدخل وياك مواضيع اخرى تختلف عن الحديث ويا الشيخ. كثير من النزاعات العشائريه الان البعض يعتقد انها يعني على امور تافهه. احنا حقيقه المشاكلنا كلها تبدي، اكو مثل عندها لنا قديم يقول هي الحريقه تبدي من عوشه خاط. وحتى ابرر انه الموضوع صار حجج. يعني انا اقول لك يعني انه ناس قامت تتحجج حتى تاخذ او تستفاد من الفصول العشائريه. احنا قبل اهلنا يقولون المشاكل تبدي من شغلتين، على سبيل المثال كمثل يعني يقولون الحريجة تبدأ بعوشة خاط تنتهي بكارثة، والغريجة بنبارة ويفيض كل الموجود. اليوم المشاكل أيضا استحدثت والجريمة استحدثت. يعني هسه احنا قبل في فترة ما عندنا جريمة مركبة أو جريمة مخطط لها، مشاجرة عادية تصير
وتتوسع قد يكون توصل إلى مرحلة. هسه الجرائم اختلفت وإحنا جاي نعاني من هاي المشكلة كثيرا. ليش؟ اليوم أصبحت أكو جرائم تكسبية نسميها بالواقع الحالي، يعني ارتكاب، يعني يفتعل فشي للحصول على المال. تكسفوه؟ حقيقة إحنا شو تريد يعني؟ الوضع والقانون مرات يقيد الوضع العشائري. مثلا أنا فاهم في الموضوع بس بالجانب القانوني لازمني، فالجانب القانوني ياخذ مجراه ويحكمني إذا ما أرضي عشائريا. إحنا اليوم محكومين بثلاث قوانين تحكمنا كمجتمع بالعراق: القانون الوضعي اللي هو قانون الدولة، والقانون العرفي العشائري، والقانون الشرعي. هسه الشرعي بس العبادات، اليوم احنا مو المعاملات متعطلة عندنا. يعني هسه مثلا سارق عندنا بالشرع يقصون ايده او يقطعون ايده، احنا ما معطل هاي، معطل الجانب الشرعي بالنسبة لل... طيب. اما الجانب العشائري، جانب العشائري رديف للجانب القانوني. سيد هي ما صارت على مود السرقه، هاي والله جرائم معروفه. لا لا ادري، هي انا اجيب لك كمثل، انا اجيب لك كمثل هذا الموضوع. ربما زنا، ربما غير. انا اجيب لك كمثل، يعني هسه ارتكابات بالفيسبوك بالضبط مو 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 طبيعيه يعني. يعني فد مواضيع صوره كذا، على كلمه على وضعيه، على شغلات تافهه. كنا نستعيب هذا ينزل من قيمه العشيره، كنا نستعيب من عندها. اي اليوم ايضا دور العشيره هم نقول اثرت عليها الدوله. شلون اثرت عليها الدوله؟ اليوم الدوله ما تقول سندت العشائر 100% وعطت للعشائر 100%. مثلا هسه انت حال الصفه بالقانون، مثلا انا مو ضابط، عندي هويه ضابط، القانون يحاسب عليها. بس اليوم انت حال صفه شيخ ما تحاسب عليها الدوله، ما تحاسب عليها القانون. لذلك يصير انفلات يعني. احنا نقول لهم طيب انتم باتحادكم معرفتكم ممكن يطلع احنا نقول على الشيخ يعني فلان. السياسيين والبرلمان بالجانب العشاريخهم هل ياخذون دورهم يعني؟ هسه انت حال الصفه شيخ عشيره اليوم ينشطر بكيفه، يروح لشؤون العشائر، يروح لشؤون العشائر بعلاقات بامور بترتيبات هذا، يطلع هويه ويصير شيخ ويصدر ويقوم يحكم ويسولف بكيفه. نعم. لذلك احنا شو نقول؟ احنا الجانب القانوني خلي يسند العشائر بصوره صحيحه ويسند المشايخ الصحيح. لذلك شوف انت حتى تقدر تسيطر على المجتمع. يعني انت تقول هسه انه الحكومات في العراق لم تعطي الدور الحقيقي للعشائر او بلي. لشيوخ العشائر بلي. لم تعطي ما يعني كانت عندنا شيوخ العشائر يعني احنا نقول تهز. اي طبعا يعني الناس كانت تخاف من شيخ العشيره بلي. من الشيوخ الموجوده. هل تعتقد أن الحكومات الآن هي اللي ضعفت العشائر؟ طبعا القضية العشائرية اليوم والجانب السياسي والمشهد السياسي والأحزاب اليوم ابن العشيرة، العشيرة سيست سيست صارت أتباع. هسه مرة أتباع للأحزاب، مرة أتباع الشخصيات، مرة أتباع. لذلك يشوف أنت اليوم الوضع العشائري مرتبك يعني ما متوحد والانتماءات والولاءات. لذلك تشوف يعني ضعفت. احنا نقول بالاتحاد قوة. لو العشيرة صافية في اتجاه واحد ما ممكن انه يكون قرارها يكون قرارها صعب ويكون قرارها قوي. فلذلك اللي قوي واللي يسند العشائر هي الدولة. اليوم الحكي بيد الدولة. طيب ما احنا نرجع ايضا نقول انه انتو العشائر عندكم قرارات ملزمة لعشيرتكم. طبعا يعني انت تقدر ان ابناء عشيرتك ان تلزمهم بقرار او تلزمهم بحكم شرعي من احكام العشيره. لا احنا عندنا بالضبط عندنا سناين. هسه احنا عندنا سناين بالفرات الاوسط موحده تقريبا. كل دستور كل مثل الدستور يعني. سنينه الدهش مثلا موحده، شهيد هاي مثبته مثبته يعني موقع بها مشايخ الفرات الأوسط الجمعة ومضيف الإمام الحسين، وصدروا لائحة وصدروا قوانين مثلا تحكم هاي كل حالة معينة لها حالة ويعني وبيها مجال يعني مو يعني 100% يعني هذا أكيد القرار أكيد. بس يكون لازم يكون الحكم قريب لهذا القرار. نعم. فالكل موافق بهذا الموضوع وماشي بهذا الموضوع باللي هو مثلا يقول لا يرضي الجميع. بعد ما تطلع القضية إذا انحلت عشائرية تنحلت قانونية.
طيب شيخ، هل تعتقد انه الساسة يعني شلون نقول تقصدوا اضعاف العشائر حتى يكونون هم في الصورة؟ نعم. هذا احنا لامسينه لمس يد. اها نعم، ومتفقين عليه. تفضل قبل شوية السيد، احنا دائما جلساتنا اليوم انتم شرفتونا على يعني بدون انذار سابق انذار. نعم، فلقيته هنا يعني احد شيوخ الثراوين، لقيته هنا احد شيوخ عبوده، لقيته هنا احد شيوخ الجنابيين، لقيته احد شيوخ الفتله، سماحه السيد صالح الغرابي. احنا دائما نتعلل بهاي المكانات. اعرج على نقطه واجيبك على سؤالك. النقطه اجابك سيد صالح، قال لك انت سالته قلت له اكو شيوخ جدد او منتحلين صفه الشيخه. نعم، احنا ذولا نتعامل وياهم بالمشيخه. أنا من ساعة من قلت لك بالنيابة عن أولاد عمي، لأنه قانونياً وعرفياً ودستورياً وعشائرياً. نعم. وأخلاقياً هم شيخ العموم. هم الشيخ العموم، أنا ابن عمهم، من ما موجودين هم أنا أنوب عنهم، بس هم من موجودين أنا تلقاني قاعد مع الديوان، ما قاعد هنا، هم اللي قاعدين هنا. فإحنا نعالج هاي الحالة أكثر من مشية يعني أكثر من مشية عندنا باليوم الواحد. يعني بالاسبوع مرات تجي 12 مشي عندنا، 8 مشيات، 3 مشيات باليوم الواحد، مشيتين او 3. فنعالج هاي الحاله. الا اجى شخص واخذ مكان، راح ارجع اسالك على هذا الموضوع بس جاوبني على سؤالك. اجاوبك على يعني عندي حديث طويل على هذا الموضوع. اضعاف العشيره، هل مصلحه السياسه، هل مقصود اضعاف العشيره من قبل السياسيين والكتل؟ اقول لك نعم. ليش؟ اخطر تكتل حتى يبرز هو، اخطر تكتل على السياسي هو التكتل العشائري. اها، التكتل العشائري تكتل قبلي عصبي دم يربطني بينه. اليوم انت ربيعي، ايه؟ اكو دم بينك وبين الربيعي ابو الكويت، صح؟ تحله وتسولف وياه وتعرفه ويعرفك. اليوم انا طفيلي عندي ارتباط روحي وجسدي ودم مع ابو فلسطين من القاب مكان، ويقول لي انا طفيلي نقعد نسولف نتعارف. ايه؟ هذا ما من الممكن موجود لا بالكتله ولا بالحزب. جايين على مصالح محدده، مصالحهم لها وقت وتنتهي. العراق مر بهاي المراحل. فالعشيره ما من الممكن شخص، وان ضعفت بس ما من الممكن شخص يقدر يلغي دور العشيره في العراق. لانه التكتلات العشائريه بالعراق تكتلات واضحه وكبيره، واحنا فاهمين هذا الموجود اللي قاعد يصير. لانه احنا بهذا الزمن سنه 1900 2021، كل شيوخ العشائر كلهم مثقفين، كلهم حملة شهايد. أيضا لاحظت أنه المحافظين يبتعدون عن العشائر. طبعا مو مصلحته يكون مع العشيرة، مو مصلحته يكون مع الشيخ الأصل. لأنه العشيرة قلت لك هي بحد ذاتها حزب، بحد ذاتها كتلة. أنا اليوم شيخ عشيرة، أنا لكن أنا السياسي لازم يتقوى بالعشيرة. إذا كان سياسي يريد يبني المحافظة أو يبني منطقته أو يبني بلده، لا يريد يبني بلده. هسه مره محافظه، مره ناحيه، مره قائمه مقاميه، مره عراق. نحكي على مستوى العراق من الفاول زاخو الى اني سياسي واريد اخدم اهلي وناسي. تشوفني محبوب كردستان، تشوفني محبوب بالمنطقه الغربيه، بتكريت، بالانبار، بدياله، بالفرات الاوسط، بالحله، بكربله، بالنجف، بارزه افعالك. بالجنوب محبوب. وهواي عندنا سياسيين بس قله منهم محبوبين على مستوى العراق. الناس تمجدهم، كن لهم كل الاحترام. نعم. لانه يداعون للشعب العراقي، الشعب العراقي الشعب المظلوم المحروم. احنا من 2003 ولحد الان شفنا كثير من الـ يعني شلون نقول المظلوميات. نعم. كثير من الاشياء التي طرأت. نعم. على العراقيين اللي هي بعيده عن تصوراتنا وبعيده عن عاداتنا وتقاليدنا كعشائر، هل فقدتم شيء من هذا؟ العشائر عندها دستور اللي هي الثانية، الثانية العشائرية. نعم، احنا ملزمين بالثانية. لا لا، انا مو على، انا اعرف عرفت. نعم. بس انا اريد اجيبك على قدر سؤالك. اوكي، انا اريد اجيبك على نفس السؤال يعني. نعم. اما تقول لي تاثرتوا بهذا الزمن، نعم تاثرنا، تاثرنا حتى بالثانية تاثرنا. لانه بالثانية كان عندنا واضح القتل الى هالقد، الطقة الى هالقد، القاع مختلفين على قاع وصار فلان قضيه هيك حلها، هذه مثبته بالثانيه، الهده، الفزعه، الغيره مثبتات. بس اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هم لازم احنا ندخلها بالثانيه. فلان حكى على فلان بالفيسبوك، فلان حكى على فلان بالتويتر، فلان يعني تتماشون ويا القانون. لازم نتماشى ويا القانون، لازم نطلع ويا الحداثه، هي مشكله. فهاي الامور بدات تتاثر نسبيا 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 على العشائر نسبيا. ولكن احنا يعني كأصول عشائرية في العراق كانت لها قيمة خاصة. صح.
لها ميزة خاصة، أسلوب خاص، لا يتأثر بالأحكام القانونية والدستورية. يعني بعض القضايا كانت تحل لا يستطيع أن يحلها القانون، يحلها العشار. صح. وهسه بنفس الزمن هسه. ولكن الآن دا يصير، يعني أنا دا أشوف حالات ودا أقرأ، وأيضا دا تصير حالات غريبة، يعني من دا تصير قعدات عشائرية وفصول عشائرية على أشياء غريبة. صح. ما تتماشى مع تقاليدنا وعاداتنا. هل 17 سنة ذني أنا أعتبرهن ال 17 سنة المشؤومات. نعم. لأنه فقدنا كثير من الأحبة من العراقيين. أكيد. من أبنائنا، أبناء عشائرنا، أبناء قواتنا المسلحة. أكيد. من سياسينا، من نخبنا، فقدنا دكاترة هواية اللي استشهدوا، اللي هاجر البلد للأسف. نعم. يعني أنا بالنسبة لي أحكي عن نفسي شخصياً، أنا ذنيت ال 17 سنة، أعتبرهن 17 سنة يعني أذن العراق، أذننا كلش، فقدنا أحبتنا أعزائنا. بنفس ذن ال 17 سنة تأذت القبيلة والمدينة والتكنقراط والنخب الموجودة بالعراق، تأذت الكل، تأذت مو بس العشيرة، الكل تأذت. يعني إحنا عندنا شوارع بالعراق لا زالت قبل 17 سنة. البعض اتخذ الشيخ استفادة. البعض، نعم. انه استفادة مادية، استفادة. نعم. كذا. وهي الحقيقة شيخ العشيرة هو الرجل يصرف من مالاته، مثل ما يقولون هن، يصرف من مالاته. نعم. يعني اصحاب ملوك، اصحاب ملك، اصحاب مشاريع، اصحاب اراضي، اصحاب بساتين، وتشوفه انت مواكب عشيرته، هذا محتاج، هذا عليه فصل يساعده، هذا يريد يزوجه، هذا مريض. اكو صندوق للعشيرة؟ اكو صندوق للعشيرة. نعم. كان قبل الصندوق للعشيرة فقط للجنازة. ايه. هسه حتى الفصل. هسه يشمل الفصل. يعني قبل كان بس للجنازة. نعم. اكو يسمونه صندوق، هذا من يموت فلان او فلان بالعشيرة او بالقبيلة وما عنده، يجون للصندوق يفتحونه ياخذون قد الفاتحة من عنده ودفنته. هذا موضوع العشيرة. خلينا نروح فاصل. بخدمتك. نرجع نكمل. مشاهدينا الأعزاء، فاصل آخر ونرجع نكمل حديثنا مع ضيوفنا الأعزاء في حلقة اليوم من حوار مفتوح. مشاهدينا الأعزاء، نعود معكم مرة أخرى والجزء الأخير من حلقة اليوم برنامج حوار مفتوح مع ضيوفنا الأعزاء الشيخ عزيز الطفيلي والسيد صالح الغرابي. أهلا وسهلا. سيد، أريد أتطرق إلى موضوع مهم جدا، الشباب وتغيير أفكارهم وانتماءاتهم، عقليتهم تجاه القبائل. يعني إحنا كنا قبل حتى بالمدينة الشاب يرجع للقبيلة، يعني يقول أنا عشت فلان، وكان ينطي حتى تبرعات أو يسموها الصندوق الشهري حتى من المدينة. يعني الشيخ يروح لأهل المدينة ويقول ولد فلان أنتوا 1 2 3، أنا ماس هذا الموضوع، 1 2 3 أنتوا عليكم شهريا كذا، هذا صندوق، حتى لا سامح الله صار عندكم مشكلة، صار عندكم هذا، إحنا نوقف لكم. يحسس الشيخ، يحسس ابن المدينة بأن عنده ظهر. الآن هاي انفقدت سيد. أستاذنا الغالي، احنا مرات الغزو مو بس غزو مادي، اكو غزو ثقافي، اكو غزو تغيير عادات وتقاليد، افكار، ثقافات مجتمع. حقيقة احنا الحرية المفرطة، قانون الحريات، وكل واحد ياخذ دوره ويمارس طقوسه براحته، هذا اثر علينا سلبا وليس ايجابا، لان احنا ما فاهمين الامور بهذا المستوى. احنا ما يصير مثل ما يقول لك، احنا لازم الحياه تدرج، مثل زي تصعد للسطح بايا من ورا بايا، ما تقدر تصعد راسا انت لانك فوق، ما يصير. ما نفهم الحياه هالشكل. احنا شو نقول؟ نقول هل الحريات لازم الحريات تقيد؟ من تقيد الحريات احنا نقدر نسيطر. احنا اليوم بهذا الوضع، هسه الوضع قد يكون الرقابة، الأجهزة الأمنية، المتابعة، الدولة
يعني ماخذه جانب امني، جانب كذا، مرورنا بداعش، مرورنا بقضايا هاي السياسيه، صار تحجج في بعض القضايا. هذه خلت فد فجوه كلش كبيره امنيه. الحدود مفتوحه، نشوف احنا انواع الممنوعات اللي تاثر علينا، ونشوف اليوم احنا ما عندنا غير فقط الثقافه والمنبر اللي موجود هو بالمضيف مثلا، خلينا نقول او بالحسينيات الارشاد. لذلك احنا قد يكون هذا الارشاد ما، يعني انا اقول لك 1% اتجاه العاصفه اللي اجتنا، يعني ما يسمعون. يعني حقيقه اليوم الشباب بهذا الفيس وبهاي الامور وبهاي الاتصالات تاثر اكثر من الشيخ، اي اكثر من الجانب الثقافي الديني الاخلاقي. فشوف يعني يمكن اذا يشوف لفت معلومه بالشيخ بالفيسبوك يعني يصدق. شوف احنا مع الاسف التقليد عندنا ايضا، التقليد اليوم تقليد اوروبا وتقليد اوروبا، يعني هسه لو يقلدون بثقافات، يقلدون بعلم، يقلدون بملابس وفد علامات مكتوبه وصور مكتوبه، وشوف شبابنا شلون رايحين الغير موضوع، وان ما يحسبونها ثقافه وتطور، ولكن هي احنا تجينا نعاني من عتها كثيرا. اليوم نعاني من عتها، وخاصه احنا بالعشيره نعاني من هذا الموضوع، لان مشاكلنا واولادنا كلهم يشتغلون بالمدينه مثلا، او جزء من عشائرنا هي هو المدينه، هي خلينا نقول انحدار للريف. مو كل اللي بالمدينه عندهم اصول بالريف، ولذلك بنصير مشكله نرجع علما للقاعده. لذلك احنا نعاني من هاي الثقافات، من هاي الامور. فشوف الجريمه تطورت، الموضوع تطور، الامور اللي هي فصول الزواج مشينا احنا نعتبرها موضوع الزواج والطلاق، موضوع يعني الزواج والطلاق اللي هو مثلا الارتباطات. احنا مثلا عندها لنا قبل نسمع مضايفنا يقول له جاور سنه واخطب سنه واخذ ثالث سنه حتى تعرف اصولها وجذورها وعائلتها وكذا. هسه عبر الاثير بأسبوع عبر الأثير، لا شايفة لا يدري. لما نتزوج انصدم بواقع غير واقع، ولذلك نشوف نسبة الطلاق عالية. زين، هل تعتقد أنه هذا الموضوع، نسبة الطلاقات العالية، هي سبب أنه الـ 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 قبل كان بالعشائر يأخذ بنت عمه من لحمه ودمه، بنت عمه، بنت ابن الشيخ، ابن العشيرة، يعني قرايبه، فمعروف اصلها وفصلها. هسه شويه عصفوا احنا اليوم الشباب عندنا، اذا شاف له موظفه ويا بالدائره وعجبته. احنا حقيقه كل الناس محترمه، نعم، كل المجتمع العراقي محترم، ولكن تتخللها بعض الامور. مثلا اليوم انت طبايعك تختلف عن طبايع الانسان اللي راح ترتبط به، اكيد، فهذا ياثر. قرار الاب وقرار العائله تقريبا فقد بهذا الموضوع. احسنت. اليوم هذا القرار صار قرار شخصي. اذا خلينا بدينا قرار شخصي، هسه بدينا من البيت. انه الاب والام ما يسيطر على الشاب. اي طبعا، لا في الزواج ولا في اتخاذ قرار. مثلا كنا احنا قبل تعرفون المدرسه يقول له انت تروح علمي، صح، انت ادبي، لان ابوه ده يعرف هذا الشيء شنو توجهه. انت تاخذ فلان، هاي خوش مره، بنت فلان امها خوش مره. هسه ماكو، مو اي هسه تقريبا ما يسمع كلام لا الام ولا الاب. مو ماكو، ولكن تقريبا خلينا نقول 30%. 30% اكو، 30% تقريبا، 70% اكو فقدت. اي تقريبا 70%. طيب اذا هو ابوه وامه ما يسمع، شو راح يسمع الشيخ؟ ما يعني هي هاي الطامه الكبرى اللي احنا نعاني من عندها، هاي الثقافات اللي دخلت علينا، والامور اللي خربت عاداتنا وتقاليدنا. هسه قد تكون في نظر من نحكي على العادات والتقاليد، مره هي اخلاقيه بحته، مره قد يكون ينتقدها بعض الناس، يقول ذولا متخلفين متعجرفين، ولكن لا، كل بلد له عادات. أنا ضمن عاداتي وتقاليدي عشت آلاف السنين وكنت مرتاح وطيب الناس وحلوة وعايشين في سعادة، ودخلت عليها أشياء خربتها. ودليل هسه أنتقل منك للشيخ على موضوع مهم جدا يا شيخ عزيز، موضوع انحدار الشباب لتعاطي المخدرات، وخاصة يعني في مناطق الوسط والجنوب صار حالة كلش يعني صعبة، هناك نسب عالية من الشباب يتعاطون المخدرات، يعني هذا تصريح محافظين. صح، هو تصريح وزير الداخلية، وزارة الداخلية صرحت بهذا الجانب. هسه احنا يعني هذه سلبياتهم. أنا لا أريد أقول لك ماكو مخدرات والشباب ما تتعاطى مخدرات، هو المحاكم متروسة ومراكز الشرطة متروسة بهاي المشاكل. أولا حوادث السير، أولا مشاكل بالغازينوات، صح،
سرقات، مشاكل تطلع كلها النتيجة شنو السبب؟ الأسباب مخمور أو ماخذ مخدرات. فهذه موجودة تعاطي. أنا ما أقدر أنكرها. تجار منين؟ أنا بنفسي أنكرها. بيوصلهم منه دي يوصلهم. أنا اليوم كشيخ عشيرة بنفسي أنكر هاي المعلومة. طيب. أقول لا ماكو، شبابنا ما يتعاطون ولا يشربون ولا أبداً، وكلهم ملائكة صالحين، وبنفسي يكونون بهذا المستوى. ولكن للأسف موجودة. الحقيقة موجودة. هاي الحقيقة المريرة موجودة. إحنا تحدثنا عن الجانب المظلم للشباب، ولكن أنا يعني أختلف مع سيد إنه الشباب صح. هذا اللي حكاه السيد كله صح وواقعي، ولكن الشباب كان لهم دور في تحرير العراق من داعش. أكيد الشباب أكيد. استشهدوا من أجل وطنهم. أكيد الشباب ممكن خلينا نعتبرها فترة مراهقة، وحتى فترة المراهقة هاي ما نريدها منهم، لأن إحنا هم أولادنا نحبهم. هسه بغض النظر أنه هذا يتعاطى مخدرات أو ما يتعاطى مخدرات، أنا أريد من الشاب حتى من يسوق دراجته يسوقها يتمهل بها، لانه اكثر فصولنا وسيد موجود اكثر مشياتنا هي حوادث دراجات شباب ما يتجاوز عمره 18 سنه لسه. يعني سحق بسياره او سرعه. نعم. يعني شيخ قبل ما نروح على هذه التفاصيل اريد اسالك سؤال، دول الجوار اللي يعني معروف انه منين جت المخدرات، شنو السبب اللي خلت يعني الشاب العراقي او الشباب العراقي بطريقة أو أخرى أن يكون متعاطي؟ أنا بالنسبة ما كان عندنا هاي حالة سيد أستاذ. نعم. أنا بالنسبة لي من رخصة السيد أجاوبك جواب صريح، أحمل المسؤولية للحكومة العراقية. المخدرات مو أخطر من داعش. المخدرات عفوا مو أخطر من تجار المواشي. المخدرات حالها حال اللي يدخلونا بضاعة فاسدة، الكبد وغير الكبد ولا آخره. هذني كلهن حرب على بلد اسمه بلد الرافدين، بلد على بلدي، على العراق، على شعبي، على خيرات شعبي. اليوم أنا أحمل الحكومية المسؤولية الكاملة. ليش إحنا على مدار 30-35 سنة ما حد كان يقدر يعني يعني بلد. يعني تقصد إنه الحكومة الآن تخضع ل يعني دول الجوار فيما يخص يعني متسامحة مع بدخول هذه الأمور؟ يعني أستاذ أنت تريد تذبني بالمصيادة ما تدري؟ لا ما حدودنا من الغرب مفتوحة. أنت حدودنا من الشرق مفتوحة. أنت مو مصيادة أنت في 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 نعم نعم الحكومة أولا عندها ضعف. أي طلع السيد الكاظم واستبشر يعني بالمنافذ. أنا مو أنا أقول، أنا مقدم برامج. نعم. أنا أسمع منك أنت أحد شيوخ العشائر فرات الأوسط. الله يسلمك، أنا أجاوبك جواب صريح وجاوبك جواب بالضبط صريح. بالضبط. طلع السيد الكاظمي واستبشرنا خير، فتح المنافذ ولزم المنافذ ومدراء المنافذ بدلهم. توقفت بس يا ترى توقفت؟ دا أسألك. التهريب. أنت تعرف. احنا نروح نقدم، احنا عندنا مثلا ثروه حيوانيه حقول، نروح نقدم على اجازه ما يطولنا نستارد لنا مثلا 100 بقره 200 بقره من هولندا او من غير البلد. ما يطول، وبالنتيجه انا اشتريهن منه يجيبوا لي اياهن واصل عن طريق اقليم كردستان اولشتاين. ايه شلون طبن ذني منين طبن؟ ايه من زين. المخدرات منين طبن؟ ايه المشروبات منين طبن؟ دليلي والله ما ندري. زين المخدرات بانواعها اي خضروات. ليش قعدت الفلاح العراقي هذا الفلاح المسكين اللي جاهد ما جاهد تعب ما تعب لك مفتوح الطريق؟ ليش دمرت الفلاح العراقي؟ ليش دمرت الثروه الحيوانيه مال العراق؟ سمعت منو سبب هلاك ونفوق الاسماك العراقيه؟ ايش قد اسماك دمرت بالحله؟ الاف ملايين ملايين. يعني احنا 42 طن. الله اكبر. اي 42 طن موثقه عند الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه. اي منو مسؤول؟ منو مسؤول؟ منو مسؤول؟ نفس المسؤول عن المخدرات مسؤول عن نفوق دمار الفلاح. نفسه اللي يدخلون أدوية فاسدة. نفسه اللي يحارب قوة الشعب. نفسه اللي صعد الدولار. نفسه اللي حرمنا من البطاقة التموينية. أنا اليوم ممكن أقدر أشتري بطل زيت، ممكن أقدر أشتري كيس طحين. عوائل تتكون من 12 أو 13 نفر ما عندهم بهذا رمضان 10,000 أو 20,000 دينار حتى يشتري العدسات وحمصات. ايه. الله يرحمه أيام زمان الطلب ذاك رمضان ربع كيلو عدس. ايه. هسه ما ندري الحكومة ضمت لنا بهذا رمضان ملح أو غير الملح الله أعلم. فنفسهم ذول المسؤولين عن هاي شوربة ملح وراح يقفون أمام الله وقفة طويلة. الشعب العراقي شور، الشعب العراقي مضحي. اليوم بت الشهيد، إحنا اليوم عندنا بطفل 640 يتيم.
640 يتيم بطفل شهداء جيش شرطة اتحادية حشد شعبي. ذول 640 راح يحاسبون السياسيين اللي سرقوا قوتهم. راح يحاسبونهم إن شاء الله. أنت حكيت بصراحة وبقوة، ما تحس إنه أنتم مسؤولين عن هذا الشيء؟ ما بيدنا شيء، مسؤولين وعندنا طاقة نقدر نشتغل، بس إحنا ما نريد. لما تقعدون أنتم الشيوخ العشائر فرات الأوسط، أكيد هناك لقاءات وجلسات ويا الشيوخ، من تلتقون شيوخ عشائر فرات الأوسط ما ممكن أن تكون لكم قول واحد قوي للحد من هذه، مثلا الزراعة فيما يخص الثورة السمكية الحيوانية، فيما يخص الخضرة وغيرها، ما يخص دخول المخدرات، ما ممكن أن تكون يعني تحجون بياناتكم أنه إحنا يا بنروح نحكي مع الحكومة بأن يكون إنه دور رجالنا أن هم يوقفون مثلا يحدون من هذا الشيء فرات الأوسط كله، سعوف الفرات الأوسط عندكم حتى المناطق الشرقية، العمارة والديوانية والناصرية والبصرة، ما تلتقون؟ نلتقي ونحكي به، وهمنا وحديثنا اليومي هذا السيد قاعد يومية احنا يصعد صوتنا ونختلف ونقوم زعلانين الثاني يوم الصالح بسبب هذا الموضوع. ولكن لو نجمعنا اليوم 5 شيوخ أو 4 شيوخ وسيدهم وياهم وراحوا لبغداد استقبلوهم اهلا وسهلا مرحبا حياكم الله، طقطقوا صور وياهم، روحوا محجوز لكم في فندق بابل، ايه وخلوا لهم جنط فلوس. هسه لا فلوس ماكو، فلوس راحت من 2015 وال14 فلوس بعد ما كانت اكو فلوس، احنا كانت اكو فلوس ايه يعني هدايا وكراميات وغيرها و... ايه خلص السيد احسن اكبر هديه حصلتها سيدي حصلت لك هدية؟ أقول لك لا ما أنا أسألك، جاوبني حصلت هدية؟ واحد أسألك سؤال آخر. لا لا بالنسبة للهدايا يعني هدايا معنوية للحكومة حقيقة. عبد الله بن مهدي لو من الطاق العبادي أستاذ، إحنا كل السياسيين الشرفاء هم أخوتنا، كل السياسيين اللي هم نحس بهم مو يا بلدهم إحنا نتقاطع وياهم، إحنا إن شاء الله ضمائر حية العشائر وناس. سيد ما جاوبنا على السؤال، انت تهرب من عندك. لا لا مو قصه تهرب من السؤال، ولكن هي سؤال. هي الحقيقه هذه الحقيقه هذه، انت من تقدم على قد يكون على مكان يقدموا لك فد تقول لنا هديه من هدايا ايه. فاحنا شو نقول؟ اجمل هديه حصلتها شعره من جلد خنزير سيد اريد اغرب موقف حصل عندك في جلسة فصل. والله إنه هواي هواية حقيقة. الغريب إنه صار حادث الحادث كلش بشع، حادث مروري ايه؟ الحادث المروري صار تقريبا باللطيفية ايه؟ سيارة كوستر جاية من النجف رايحين 40 وراجعين البغداد، أهلهم سلمان باك، فاندعمت الكوستر 14 توفوا وتقريبا 19 واحد انشلوا وسيارتي انا دمرت كوستر جديده ببقتها، فكانت هي الشمر فرحنا بيها. يعني منو اللي مسوي الحادث؟ يعني مسوي الحادث رجال شمري لوري لوري ايه. ايه ويا جماعه على ما اعتقد انه من يا عشيره بس بسلمان باك يعني. فالمهم رحنا بظروف تعبانه يعني تدري انت بال 2007 2008 اي كانت طائفيه طائفيه بحته حقيقه. انا من جواني بطويريج وقالوا نريدك للمحاويل، هي كانت من اهل المحاويل، ولما وصلت المحاويل قلنا هناك جلسه وتنتهي، بس من قالوا لسمان باك صارت الوضعيه محرجه يعني بعد انت ما تقدر مشيت ايه. لان مو حالك حال الناس، انت شخص مميز مثلا رجوعك يسبب فد وضعيه احباط ارباك للموضوع. فرحنا قلنا توكلنا على الله ورحنا الكاتب الله يصير. فالمهم من رحنا لهناك وكانت اكو ضيافه وقعدنا بالجلسه، كان حديث راقي مستقبلين ناس فاهمين والوضعيه. والله المؤلم جدا انه شخص اجاني مثل حضرتك هيجي الله يسلمك مرتب وقف بصفي قال لي سيد أنا هذا بيتي تنوى عليه، قلت له إيه، قال صار لي 4 أشهر ما دخلته، قلت له ليش؟ قال كل عائلتي ماتوا. لا لا إله إلا الله حقيقة والله. فصار حوار فسألني الرجل شيخ العشيرة
قال لي سيد حضرتك من سادة كربلاء؟ قلت له إيه من سادة كربلاء وبابل الفرات الأوسط. قال إيش قد عندكم الفصل مال الدهش؟ قلت له 10 ملايين. قال خوش. والإزقاط إحنا نسميه مشلول؟ قلت له 5 ملايين. قال نتحاسب، إحنا عندنا 14 واحد بيش قد 140 18 مشلول و19 مشلول يصيرون 95. هذا فصلنا سيارتنا بأربع شدات كوستر حديثة. يابا سيد شو تريدون أنتوا كمشية؟ قلنا له بعد هو هذا حقك مقرور عرفاً مقرور، إحنا هذا كل الحق إلك، يعني أنت بقت يمك، إحنا ما عندنا كلام نتحدث وياك باتجاه الموضوع إلا أنه ندعي لكم الله يعوضكم ويلهمكم الصبر والسلوان على هالمصيبة الجلل حقيقة. فقال سيد إحنا قول أنت. قلت له لا والله ما أقول، كرامك شيخ. يعني الرجال وصل 180 الكوستر ذا بأربعة شدات، قال هاي منتهية. بعدين وصل دب من الفصول وصل للمية وثمانين، قال لي قول. هم اجتني في الطريفة حلوة، قلت له كنت بيام شبابي اسمع ام كلثوم تقول خلص الكلام. قلت له شيخ خلص الكلام، ما عندنا شيء نسولف اتجاهك اتجاه هالتقدير الجميل هذا. قال السيد بعد 30 مليون هماته فبقى 150. قال جايبينه وياكم. التفتت على جماعتي يا بجايبين، قالوا 60. قلت له هاي 60 مليون. قال اعطونا اياها، اعطيناها اياها. قالوا الباقيات. قلت له اريد 6 شهور. قال لا سيد قليله 6 شهور، اخذوا سنه عافيه. فقال لي سنه وتجون وبيكم خير وتدللون. الله. فشوف الانسان الفاهم، الانسان اللي عنده يعني ينظر انه يريد يحل مشكله، يريد كذا، يؤمن بالقدر. اكيد اللي يؤمن بالقدر واللي يقول من نصيبه مصيبه يقولوا انا لله وانا اليه راجعون. واحنا بطبيعه عشائرنا الاحسان موجود والعفو والتسامح موجود. يعني اكثر من 30 واحد متضررين فاحنا هذه قضايا تسجل حقيقه. نعم. تسجل. وممكن انه بجلسات او بقانون ما تنحل اكيد، بس تنحل بسادتنا، تنحل بمشايخنا، تنحل بناسنا الجاويد. نعم. بطبائعنا الحقيقة تميزوا شيخ، فتميزت. نعم. القبائل. نعم. أو العشائر العراقية بالطيبة والكرم. أكيد. والأخلاق. أكيد. والجود. أكيد. والعفو والتسامح. نعم. الشيخ بدي أسألك أنه تميزوا الشيوخ العشائر. نعم. بالفطنة والثقافة. نعم. من أين أتت هذه الفطنة والثقافة؟ والبعض كثير منهم لم يدخلوا مدارس. صح، هذه هنا بالفرات الأوسط يسموها الحسكة العشائرية. نعم. الحسكة العشائرية، الشيخ يربى بعائلة شيخ، يعني أنا اليوم أبوي شيخ وجدي شيخ. يعني تقصد المضايف تعلمه؟ نعم، المضايف مدرسة. مدرسة المضيف مدرسة، لأن المضيف يقعد بها القاضي، يقعد بها الدكتور، يقعد بها المحامي، يقعد بها السيد، يقعد بها الأديب، يقعد بها جميع فئات المجتمع. نعم. فتشوف أنت اليوم مثلا محمد ابني أو علي أو زيد أو عمر، يلقط الطفل دائما يلقط. فأنت تشوف يطلع يعني اذا مو مثل ابوه اقل من ابوه 90%. فمن يكبر ويمارس الحياه العشائريه راح يكون ان شاء الله مثل كانت أبو قبل أسنى. قبل كانت المدارس بعيده فماكو مدارس، فيتعلم من المضايف. صح. الان شوف يعني تقريبا اغلب الشيوخ الشباب متعلمين خريجين بيهم حتى دكاتره. نعم. اغلب يعني بيهم محامين ضباط كبار. نعم. اغلب شيوخ ياخذون يعني بدل ابوهم او بدل اغلب شيوخ العشائر حاليا. نعم. اغلب شيوخ العشائر يعني اقول لك 90% هم حملة شهادات عليا. جميل. اي جميل. اغلب شيوخ هذا يفيدهم بالجلسات. طبعا طبعا طبعا. نعم. الشيخ لازم ان يكون اولا متسامح. اديب. لطيف الكلام. حسكه. يشوف العشيره استاذ، العشيره ما بيها بس ناس مثلا متدينين. نعم. ولا بها ناس بس فلالي ولا بها بس ناس، لازم واحد يفيد الثاني. طبعا طبعا. فالعشيره تجمع كل فئه. العشيره بلد مصغر. اليوم عشيرتي اني بلد مصغر. نعم. بها الضابط. اي بها كل شيء. وبها الطبيب. بها الفلاح. وبها اللي يشتغل سماج. بها الفلاني. بها والطالب. بها الصغير. بها الكبير. بها الغني. بها الفقير. السؤال الاخير محرج شويه. نعم. دور المراه في العشيره؟ المرأة نصف المجتمع. هسه هذه يعني أهلنا كانوا يسولفون على أكو قيادات كانت عشائر تقودها نسوان من يموت أبوها أو ابنها إلى أن موجود ابنه مو تمام سيد؟
ابنه عمره 16 سنه او 17 سنه 18 سنه هي تقعد عفنا من قبل هسه احنا هسه في بلد في في وضع او في مجتمع متحضر مثل ما نقول ودخلنا الحضر دخلنا الان نقول لي صوره الدور او هل هناك مكانه للمراه في المجتمع القبلي هل تشارك في اتخاذ قرار هل يستشيرها هسه هو القرار لا القرار للمضيف بس انت من تسالني الها دور نعم الها دور بالبيت في التربيه نعم في التربيه نفس نعم ايه؟ اليوم انت اذا عدت امراه ناضجه فاهمه راح تطلع عندك عائله شباب ناضجين فاهمين بالشارع النساء تتناقش مع الشيخ خلف الكواليس ممكن توصل له هيك ممكن 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 مثلا يعني عندها فت خبره في هذا المجال ممكن كلش يعني ممكن اي نعم ممكن ما نخفي عليك اكيد اي ممكن وتاثيرها يعني ما نقول بالوجه مباشر ممكن انه تفيده في مو يقولون وراء كل رجل عظيم امراه بس مو لكل شيخ حتى ما تنحسب علينا بس كل الحب والاحترام لامهاتنا اكيد ولزوجاتنا والبناتنا والاخواتنا نتمنى لهم الموفقيه اكيد ونريدهم باجمل صوره يطلعون ان شاء الله ان شاء الله هي نصف المجتمع هي أكيد. الام وهي الزوجه أخوت. وهي الحبيبه والأخوت. وهي البنت أكيد. وهي الاخت وهي الام يعني هم تطوع حريه الاختيار من الان نعم هسه موجوده حريه الاختيار ماكو جبر بعد ماكو جبر قبل كانت اسمها نهوى اي يجون الربع اكو نهوى بن عم هسه حاليا قليله والنهوى هسه تتعالج انا موجوده هسه قضيه نهوى اليوم المفروض نقعد عليها اكو نهوى اي حاله موجوده بالمضيف بس ما اقدر اقول لك عليها اها اي نعم راح تحلوها ان شاء الله تنحل محلوله يعني مثلا البنيه هي جوز ما تريده مو لا البنيه مثلا انا اليوم اجوا ربع او الساده الغرابين خطبوا بنيه من طفل ابن عمها ما راضي يعطيها ايه؟ هي ما تريده ايه؟ فتشوف السيد والشيخ وكل انسان عنده ضمير يقعدون مع هذا يقنعوه حتى هاي تروح الحال سبيلها تاخذ الشخص اللي تريده لان اذا اخذت الشخص اللي ما تريده ما راح تبني عائله ما راح تطلع مر عليكم هاي ما مئات مئات اي نعم طبعا الحديث وياكم جميل انت الاجمل وانتهى الوقت بسرعه صراحه انت الاجمل شرفتونا تحياتي لك الحديث صار بشجن وفي كلام جميل انت الاجمل وتحياتي لك الكادر قناه صلاح الدين الاهلنا بصلاح الدين الاهلنا بالغربيه بكردستان بالجنوب تحياتي للعراق عشان العراق قبائل العراق الله يحفظك احنا طبعا نشكركم جزيل الشكر الله يسلمك واحنا ان شاء الله نقول لقاءات مستمره اكيد اكيد حقيقه اكيد ومن خلال هذا البرنامج يمكن قد يكون الجميع بدايه ربما لا احنا ان شاء الله راح نتواصل ان شاء الله مستمر وندعي لكم بالموفقيه ان شاء الله ونقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بين اهلكم وناسكم وشايبكم الله يحفظك انتوا بنص قلوبنا الله يسلمك ويحفظكم الله يسلمك شكرا جزيلا مشاهدينا الاعزاء في لقاء كان جميل ورائع وحمل الكثير من المواضيع في مضيف الطفيلات في قضاء الكفل في محافظة بابل وفي ضيافة الشيخ عزيز الطفيلي وبصحبة السيد صالح الغرابي طبعا أتمنى تكون قضيت وقت ممتع معنا في هذا اللقاء المميز هذه تحياتي وتحيات كادر العمل في برنامج حوار مفتوح إلى اللقاء